اهلا بحضراتكم من جديد. طيب زي ما قلت لكم النهارده التدريب المسائي هيكون لمجموعه اللاعبين الدوليين العائدين من رحله المنتخب او مباريات المنتخب في الاجنده الدوليه، لان خلاص الفتره الاخيره كانت في مباريات وديه لمنتخب مصر، لمنتخب تونس، منتخب مالي. التدريب الصباحي كان لمجموعه اللاعبين اللي بتشتغل مع كولر خلال اخر اسبوعين، وطبعا في راحه ليهم في التدريب المسائي لان بكره في مباراه وديه مع فريق طلائع الجيش. لكن التدريب المسائي اللي انا هعرضه لحضراتكم دلوقتي كان في مجموعه اللاعبين الدوليين. في بدايه الحلقه قلت ان اليو ديانج الحمد لله يمكن وصل فجر يوم النهارده الاربعاء، والنهارده بالفعل اليو ديانج كان موجود في التدريب المسائي، وانا استعرض مع حضراتكم جزء من هذا المرض. قدامكم على الشاشه المهندس عدلي القيعي رئيس شركه كره القدم في النادي الاهلي. الف مبروك يا باشمهندس، بالتوفيق يا رب في الفتره القادمه، واجتماعات بقى مع جهاز الكوره وقطاع الكوره، واجتماع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. بيرسي تاو قدامكم على الشاشه يمكن بدا كده او خلاص في الجزء الاخير في المراحل الاخيره من التاهيل والاستعداد للخوض التدريبات الجماعيه. اليو ديانج قدامكم على الشاشه بعد ما انتهى من مباريات الاجنده الدوليه مع منتخب مالي، اليوم انتظم في التدريبات الجماعيه، وهيكون في بالطبع تدريبات خاصه لاليو ديانج مع مجموعه الدوليين. كمان قدامكم محمد الشناوي، كمان حمزه علاء. محمد الشناوي كان حارس مرمى منتخبنا الوطني في المباراتين الوديتين، هو حارس مصر الاول، فالنهارده شارك في تدريب الحراس مع ميشيل يانكون وحمزه علاء بعد ما رجع كمان من معسكر المنتخب الاولمبي. لعبت الاهلي الدوليين في منتخبنا الوطني حمدي فتحي، كريم فؤاد، ايمن اشرف موجودين النهارده اهو كمان مع اليو ديانج، وبدايه الاستعداد للدخول في التدريبات الجماعيه مع الجهاز الفني. نبدا نقول من النهارده ابتدى قوام الاهلي الاساسي مع مارسيل كولر. ابتدى النهارده القوام الاساسي للنادي الاهلي بالكامل، سواء اللعيبه اللي ما كانتش موجوده في الاجنده الدوليه مع المنتخبات او حتى المجموعه اللاعبين الدوليين العائدين لتدريبات النادي الاهلي. بدءا من النهارده بنتكلم في 28/9 لغايه يوم 9 اكتوبر، يعني بنتكلم في ما يقرب من حوالي 12 يوم ان شاء الله يقدر مارسيل كولر، مع كمان امكانيه لحاق بيرسي تاو بلقاء الاهلي واتحاد المانشستير، هتبقى القوه الضاربه ان شاء الله كلها جاهزه للبدايه والانطلاقه الافريقيه، لانها انطلاقه صعبه جدا. الاهلي بيبدا مشواره بمباراه قويه جدا امام اتحاد المانشستير، ومحدش يستهين ان الفريق التونسي او بطل تونس دي تاني مشاركه قاريه، لا بالعكس مباراه صعبه جدا، فريق محترم، فريق عنده لاعبين مميزين جدا، مشروع لفريق عامل انجازات اخر 4 سنين في تونس بشكل محدش يتخيله، كسر الترجي وخد بطولتين وثلاث بطولات من الترجي في سنه من السنوات في بطوله افريقيا، يعني خرج بصعوبه من الرجاء المغربي. الحارس الاساسي لاتحاد المانشستير هو حارس منتخب تونس، ما لعبش امبارح مباراه البرازيل، لعب ايمن دحمال، لكن في المباريات السابقه وفي كاس الامم الافريقيه كان هو الحارس الاساسي، بشير بن سعيد هو حارس مرمى منتخب تونس. فاكيد الاهلي بيستعد لهذه المباراه بشكل جيد، وان شاء الله يقدر يرجع الفريق بشكل يعني جيد من نتيجه جيده في لقاء الذهاب اللي هتكون في تونس يوم 9 اكتوبر، المباراه الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره. وده قدامكم على الشاشه، دي لقطات حصريه لتدريب مجموعه اللاعبين الدوليين مع الجهاز الفني مارسيل كولر والجهاز المعاون ليه، وان شاء الله باذن الله يبدا بقى التدريبات الجماعيه للكل، هتبدا خلال اليومين الجايين. في برنامج قدامنا حتى كولر بنفسه موجود على تدريب مجموعه اللاعبين الدوليين، وده شيء يعني الراجل بيركز في التفاصيل، مهتم جدا بالتفاصيل، حتى لو 3 لعيبه حتى لو 4 لعيبه هو بنفسه شاف القياسات، شاف الارقام الخاصه باللعيبه في المباريات الدوليه، مساحه اللعب اللي خدوها في الاجنده الدوليه، عدد الايام الراحات اللي خدوها في الفتره السابقه، هل بنفس المده زي اللعيبه اللي كانت موجوده في الفتره الاخيره ولا لا؟ طبعا مليون في الميه دول مش موجودين معانا، يعني اللعيبه دي ايمن اشرف، الشناوي، كريم فؤاد، ديانج، حتى علي معلول لما يوصل النهارده بالليل وبكره هيكون موجود في التدريبات او هيكون حتى موجود في المباراه الوديه بيتفرج على الفريق، اكيد مش موجودين في المباراه الوديه، مش هيشاركوا، مش هيلعبوا، لان لسه راجعين من مباريات دوليه وكان الحمل فيها بالتاكيد اعلى بمراحل من الفتره الاخيره. دي كانت النهارده ابرز الاخبار والمعلومات قدر الامكان حبينا نقولها لكم، مش معلومات بس كده، لا ده حتى صوت وصوره عشان تبقوا شايفين كل التفاصيل على شاشه قناه الاهلي. وحضور المهندس عبد القيعي بعد عودته، كان مسافر كده كام يوم بره مصر، رجع والنهارده قعد وعمل اجتماع مع الكابتن سيد عشان الفتره اللي جايه. طيب نروح بقى